فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. هذه نعم الله على عباده، من السحاب ينزل الأمطار في سورة الشورى، قال وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، يعني من بعد ما يئس الناس من رحمته، ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد تبارك وتعالى. بعد يا اخواننا يجي عبد مسكين ضعيف يعبد غير الله، يعبد البشر، يعبد المخلوقين الضعفاء الذين لا يملكون شيئا، لا يستطيعون، لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا، ما عندهم حاجه مع الله، لكن عبدوهم، شيدوا قبورهم، رفعوها، مجدوهم من دون الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى هو المتفرد بالجلال وبالكمال وبالعظمة وبالكبرياء. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. رفع السماوات، خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بهم وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين. عباد الله، ربنا امتن علينا بنعم ودائر مننا، نوحد نخلص الدين له. قل إنني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تعبدون من دون الله. لما جاءني الذين تدعون من دون الله، لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. لذلك ختم الآيات بقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فتجعل له لي تحلف به وتحلف به الله، تستعين به وتستعين به الله، لا لا، ألجأ إلى ربك. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم افتح علينا بنعمة التوحيد، اللهم احينا عليه وأمتنا عليه، وبعثنا في زمرة الموحدين يوم القيامة مع النبيين والشهداء والصالحين، إنك جواد كريم. وقوم إلى الصلاة يرحمكم الله.